كلمة واحدة مرتاح لقرار الاعتذار عن مدير الكرة؟ كلمة واحدة بس. أنا عارف إنك مش عايز تخوض في الموضوع. لا أنا لا تعليق، أنا خليني في الأمور الفنية النهاردة ونتمنى إن شاء الله نادي الزمالك النهاردة الفوز، ويعني دي أتمنى له إن شاء الله أداء جيد، نتمنى المدير الفني الجديد التوفيق ليه ولاعيبة نادي الزمالك وده اللي إحنا بنتمناه يعني بعيد عن التحليل كزملكاوية. فنتمنى نادي الزمالك يأدوا عشان خاطر جماهير نادي الزمالك وعشان خاطر اسم نادي الزمالك اللي هو اكبر من اي حد، ده اللي نتمناه لنادي الزمالك. كلام محترم، ما دي أرقى.